مشاهدينا، اليوم ضيفتنا رسامة وهي خريجة معهد طبي وطالبة طب حياة. موهبتها بدت من الابتدائية وطورت نفسها بمساعدة من الأهل. خلينا نرحب بضيفتنا رغد علي وحتى تحكي لنا عن نفسها أكثر، فهي ويانا موجودة بالاستوديو. أهلا وسهلا رغد. أهلا وسهلا، صباح الخير عليك. رغد، اريد بطاقه تعريفيه عن نفسك حتى تعرفين عن المشاهدين عن دراستك وشلون دخلتي مجال الرسم. انا اسمي رغد علي، طالبه طب حياتي حاليا ومخرجه معهد طبي واشتغل بوزاره الصحه. نعم. والرسم والرسم هواية، يعني بدأت وياي من الصغر وحاولت أطورها، لقيت شغفي بيها وحبيتها ونتائج حلو. يعني إيدي قامت تساعدني تمشي قدامي. حلو. طيب احنا خنتكلم أكثر، احنا اليوم عن بما احنا فنون جميلة نتكلم عن هذه الموهبة، شلون انت أصلا بديتي بيها ونميتيها، وهاي انت وصلتي لمرحلة انه انت شاركتي بمعارض كذلك، فخنتكلم شلون نميتيها ومشاركتك بالمعارض. نعم، أنا بديت يعني تعرفون كل الأهل يجيبون ألوان وشغلات، بس اللي يبقى يستمر عليها هو راح يبرز بالنهاية. فلقيت إنه أنا نفسي أحب الألوان، أحب أرسم، جبت الشبه صحيح، جابوا لي كتب رسم، فقمت أتعلم وأساعد نفسي، أطلع أدور وهكذا إلى أن وصلت، يعني تخرجت وشفت نفسي إنه كلش رسمي حلو والناس هواي عجبهم الموضوع. رغد، تعرفين هو أي شخص يبدي يرسم يعني أول خطواته الأولى يبدي بأشياء بسيطة، بس بعدين حتى تتقوى إيده ويوصل إلى يعني يطمح إلى مرحلة الاحتراف، يبدي إنه يعني شلون أقول لك، يبدي ينقل النقل كلش يقوي الفنان، نقل الشخصيات، نقل الأشياء الحرفية. فإيش قد أنتي دخلتي بهذه المرحلة إلى أن انتقلتي لمرحلة ثانية؟ هواي نتدرب، هواي نرسم بوقت الفراغ، أي ورقة قدامنا، يعني حتى تعلمنا أنه بالرسم السكتشات أنه قاعدين أو ورا على التلفزيون شيء، ارسم والدتك، ارسم باباتك، يعني هيك امور. حلو. نعم رغد، احنا قاعدين نشاهد حاليا رسومات انت قمتي بها، نريد نعرف شنو اكثر اللي انت تميلين الى بالرسم، البورتريه، هل تحبين الرسومات تكون يعني بالوان معينه او بالرصاص؟ خلينا نتكلم اكثر عن نمط الرسم اللي انت. نعم، انا هواي جربت انماط الرسم مختلفه وانواع الالوان، بس أكثر شيء اللي حبيته ولقيت نفسي به هو الزيتي والأكريليك، فأغلب لوحاتي هي زيتي أو أكريليك، يعني لأنه أحس الألوان يعني لما أرسمها بالفرشة تعطي حياة للوحة. حلو. إحنا نشوف هسه بالشاشة أنه عندك لوحات يعني مو بس هي عبارة عن واقعية بها رسائل معينة. أيه. يعني هذه البنية اللي مشدودة عنها، شنو شنتي تريدين توصلين بها رسالة؟ هذه رسالتي بها أنه أكو هواية أسباب أدت إلى يا أما قتل الفتيات، أما تعنيفهم، أما هواية أذت يعني هذه الفئة من المجتمع اللي هي البنات. صحيح. فحطيت القانون، غياب القانون، حطيت شغلات هم بسيطة، التفاصيل يمكن ما تبين، خاصة احنا بشهر هسه يحتفل بالمرأة واحنا دائما يعني نضوي على حقوق المرأة طبعا. نعم. بالشكل المنطقي والواقعي ونشيد بالقوانين اللي تضوي على حقوقها، وهذه اللوحة يعني جتي بالشهر المناسب، بالشهر المناسب والوقت المناسب. وبناء على هذه اللوحة انت كان وجودها ضمن عمل انت قمتي به ل شيء معين او مشاركه معينه، ولا كان مجرد؟ لا، خلال فتره كورونا هواي قعدنا بالبيت. نعم. وقمنا بس نباع انترنت، فظهرت هواي حالات تعنيف للمراه. صحيح. فقمنا نشوفها، احنا ما كنت اسمع يعني، بس نسمع بس ما شايفين، كلش اثر بي الموضوع. وتقريبا يعني الفكره موجوده من زمان بس نفذتها خلال سنه 22، كملتها بال 23. حلو. اليوم نشوف انه الفنان مو فقط يرسم مجرد هوايه، ولكن حتى اكو رساله يقدر انه هو يوصلها من خلال فنه. خلينا نتكلم عن المعارض اللي انت شاركتي بيها، او راح تكون هناك معارض قادمه باذن الله؟ ان شاء الله، اكيد يعني مستمرين. والمعارض اللي شاركت بيها منها مسرح الطليعه. نعم. شاركت بيها هوايه معارض، وزاره الشباب يعني تدعمنا هوايه بامور، ومعارض بالكلية، معارض خارجية، معرض أبو نؤاس دار السلام. شلون تاخذين فترة التحضير للمعارض هذه؟
ماكو فترة تحضير، يعني أني أي فكرة ببالي أجي أرسمها أشتغل عليها عدة أشهر أني أرسم اللوحة يعني. فأنتي تكون عندك لوحات أي أصلاً؟ أي أنا أوريدي مكونة يعني. عندي مجموعة لوحات، فمن يجي وقت المعرض أنه رأساً أقدر أشارك بها، بس ما أنه أرسم لوحة لمعرض معين ما أقدر لا. فتأخذ زين رغد، أنتي موظفة بوزارة الصحة صحيح؟ وبنفس الوقت يعني اختصاص بعيد الطب حياتي. فأنا أريد أعرف شلون توفقين بين الرسم والدوام والدوام الحكومي والتزاماته. هذه هواية أسأل هذا السؤال، بس هو ترتيب الوقت مو إلا ورقة وقلم، بس وإنما ببالي إنه قاعدة اليوم عندي كذا كذا أمور، أخلص الأمور البيتية الدوام الشغل الدراسة خلال النهار، ووقت الليل يكون متاح للرسم بحيث إنه أفرغ كل طاقتي وتعبي مال هو اليوم. هو أنا اتصلت على هذا الموضوع، الشخص عادة من يلتجئ إلى شيء معين، يعني يمكن أنت التجأتي إلى موهبتك اللي هي الرسم يفرغ طاقة معينة، فقد هذا الشيء مفيد إنه الإنسان يقدر إنه ينمي طبعاً موهبته بنفس الوقت انه يفرغ من هذه الطاقه. اكيد، وصراحه انصح خاصه البنات اللي يقعدون بالبيت وقت العطل، خلي تلتهي باي حرفه، تجرب كل الانواع حتى تشوف وين نفسها، تشوف نفسها بعدين، يعني ممكن بالخياطه، ممكن بالرسم، ممكن طبخ، هوايه اكو امور هم ما يعرفوها عن نفسهم، فواحد يجرب الى ان يكتشف نفسه. حلو، انت رغد بعدك يعني لوحاتك متنوعه، يعني كل لوحه بيها اسلوب وبيها يعني فد مدرسه معينه. يمكن ما لقيتي لحد الان استقريتي على فد اسلوب معين من الرسم؟ لا لا، يعني خلينا نقول مدرسه. لا بالضبط لا، ما اكو اشياء هواية المحاولات يسووها هواية الرسامين خاصة، يعني يدخلون الكولاج، الخشب، كثير من الاشياء اللي تجارب هسه حديثة خاصة الفنانين. شنو الشيء اللي انت حابة تشتغلي بالفترة الجاية العلاقة بالتجربة الجديدة؟ حديد، انا دخلت الحديد يعني المواد الحديدية، الاضاءة، والسبراي. والسبراي؟ السبراي اللي لا 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 استخدمته. لا 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 بس استخدمت الحديد، شكلته بأشكال، عندي مجموعة لوحات اللي هي عن الإيد الطرف الصناعية، وعن نفس هذه اللوحة أم البنية مال العنف ضد المرأة. حطيت عين فوقها تشير للتكنولوجيا والحداثة اللي وصلنا لها، بس للأسف استخدموها بطريقة مو حلوة. فدخلت الحديد بهذه الطريقة. حلو إنه قاعد نشوف ممكن الاستخدام لأكثر من شيء بلوحة أو عمل واحد، يحتاج إلى هم تفكير، يعني واحد من يفكر يسوي اللوحة من بدايتها إلى تنفيذها إلى أن تنتهي، يمكن ينتهي بشيء جديد. فهنتكلم عن الأشياء الجديدة. أنت ذكرتي نقطة جدا مهمة، قلتي إنه حاليا البنت يمكن أنها تشوف نفسها بأمور كثيرة أو تكتشف نفسها. بهاي الفترة قاعد نشوف كثير من البنات توجهوا إلى الشموع وحتى الرسم على بعض الأشياء اللي تكون مثلا موجودة منزلية، وخصوصا إحنا مقبلين على شهر رمضان، فقاعد نشوف كثير من الأشخاص يتجهون إلى هذا الموضوع. هل فكرتي إنه أنت تدخلين الرسم بأمور مثلا حتى كملابس أو غيرها، بأشياء ممكن تكون موجودة بالمنزل كأثاث؟ طبعا اكيد كاثاث، هو يعني كلش مهم بالديكور وتعطي حياه للمكان اللوحات يعني. هاي شغله، وشغله ثانيه يعني هو يدخل به هوايه امور، يعني مثل ما قلتي الديكورات، يعني مثلا ديكور معين مال شهر رمضان اعلق لي لوحه معينه، ديكور عندي مال حفله، ديكور اريد المكان احس بفخامه او شاحب، اريد اضيف لألوان، فهذه كلها يدخل بها. وبالنسبه لسؤال الرسم على الملابس فهو عادي، يعني نقدر ندخل به، نقدر نرسم على ظهر مثلا الستر، العبايات، القمصان، البنطرون. حلو، طيب انت ذكرتي انه اكو بعض الاشخاص مثلا بالبدايه يقولش مثلا نرسم، ارسمي شخص او شيء معين، في انت صفحه معينه تكون موجوده ترضين بها اعمالك، او مثلا اذا احد يريد يطلب شيء معين نقدر انه مثلا تنفذي له شيء؟ اي نعم، موجوده. انا عند يعني انشر اغلب اعمالي على صفحه الانستغرام، مو بس العمل واحده، لا اضيف فد فيديو او قصه للرسمه مالتي، ف
سوي لي فد ريلز حلو لطيف. يعني انت العمل رسمة. العمل ياخذ من عندك مو فقط تنفيذه وفكره حتى انه عرضه للاشخاص، هذا بحد ذاته اليوم احنا يعني يمكن نفتقر لهذا الشيء. يمكن اريج قاعد نشوف بالفتره الاخيره الفنانين قاعد يكونون موجودين فقط انه عمل تجاري، خلينا نقول اكثر بما انه هو رساله صحيح. يريد يوصلها. فشلون انت يعني عاده تنفيذ هذا الشيء من السكتش الى تنفيذه الى نشره بصفحات، قد ياخذ منك؟ نعم، يبدي يعني من القصاصه اللي احط بها الفكره بدفتر صغيروني لحد ما انتهي ويا اعدادها وتصويرها، يعني بعد ما تنتهي بالاشهر يعني 4-5 أشهر تقريبا. حلو. يعني بس بالاخير اكيد يعني هذا يكون اكو ناتج عنه يطلع يكون مثل ما انت تقولي. ولو كنت متفرغه صراحه كان ممكن اقل الوقت، لان بسبب انشغالاتي ممكن بدل انه بيوم واحد اقدر اصور لا اسبوع كامل، انه مثلا كل ساعه فقره كل ساعه رسمه فياخذ مني الوقت. حلو رغد، سؤال اخير، انت هسه على شنو بدك تشتغلين؟ شنو اكو افكار جايه خاصه بعد يمكن هسه احنا مقبلين على شهر رمضان، شويه هاي الامور الفنيه يمكن تضعف، بس بعدين اكو دائما هسه اكو هواي فنانين يحضرون الى ما بعد رمضان، فانت شنو بدك تحضرين؟ انا دا يعني يمكن هذا موضوع المفروض ما نحكي به. لا لا احكي به. يعني دا احضر مجموعه رسمات بسيطه لديكورات شهر رمضان مثل ما قلتي. حلو. فانه قطع فنيه بسيطه. حلو، اهم تجربه جديده. اي تجربه تضاف. جديده بالاكريليك واحجام متوسطه الى صغيره بحيث ديكور تقدرين تستخدميها السنه والسنه اللي خضمها. احنا عاده شهر رمضان دائما يربطونه بامور التراث البغدادي والرسمات المعينه، هل انت كانت بهذا الاطار يعني الفوانيس وغيرها، ولا لا كانت لك رؤيه خاصه بالوان معينه انت اخترتيها؟ يعني انا بعدني مقبله دا اشتغل على الموضوع ما مكملته، ما بقى شيء على رمضان ما بقى شيء. اي بس يعني انا ما اميل كلش لل يمكن الاسلاميات او البغداديات، صح صارت فئة قليلة مكررة ملل، انا ما احس انه انا بهذا السالفة. لا عاد شنو الجديد اللي تريدين تضيفينه انت بمجال اغير الالوان؟ شنو هي الالوان؟ انا اللون الازرق والذهبي بهذه التركوازي بالضبط. لا خلاص ممكن اسوي عمامة الجامع بنفسجية. حلو. ممكن حمراء، ممكن هذا نوع من الفن يسموه البوب ارت، اللي هي انه واحد ياخذ الفكره التراثيه او التاريخيه ويحولها الى الوان زاهيه. احنا بختام لقائنا وياك نشكرك رغد، نتمنى لك كل التوفيق باعمالك الجايه. شكرا رغد، واكيد الموفقيه لك. مشاهدينا احنا وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى انها نالت استحسانكم، ونترككم مع بقيه برامج اليو تي في. في امان الله.